السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، نحن الآن مع نص جديد وهو نص الحكمة، وهو عبارة عن نص شعري: دع الأيام تفعل ما تشاء. ولنستمع الآن إلى قراءة النص. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. طب حبايبي، احنا دلوقتي يلا بينا نتعرف على قائل هذا النص. قائل هذا النص هو الشاعر، اسمه أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي القرشي. مولده هو ولد في 150 هجريا 767 ميلاديا، وتوفي في عام 204 هجريه 820 ميلاديه. طب هو ايضا هو ثالث الائمه الاربعه وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الاسلامي، ومؤسس علم اصول الفقه، وهو ايضا امام في علم الحديث والتفسير. عمل قاضيا فعرف بالعدل والذكاء، وكان فصيحا وشاعرا وراميا ماهرا ورحالا مسافرا. دي كده نبذة عن قائل النص. طب احنا لو بدأنا ان احنا ناخد النص كده مع بعض واحدة واحدة، اول حاجة بيقولي: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. حبيبي احنا لو تعرضنا كده للغويات بتاعة النص، تعالوا الاول نشوف المفردات، بعد كده من خلال المفردات هنقدر ان احنا نتمكن من شرح هذه الابيات. اول حاجه بيقولي دع، دع بمعنى اترك، يبقى دع معناها اترك. اول حاجه بيقولي دع الايام تفعل ما ايه؟ ما تشاء. وطب نفسا، كلمه طب نفسا المراد بها يعني كن راضيا، تمام كده. اذا حكم القضاء، حكم بمعنى اصدر حكما، والمراد حدث او وقع. القضاء هو كل ما قضاه الله وقدره. بعد كده بيقولي ولا تجزع، كلمة تجزع الجزع هو عدم الصبر، برافو عليكي. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. كلمة حوادث مفردها حادثة، حادثة. طب احنا كده اتعرفنا على بعض اللغويات الموجودة في النص، ولو حابين ان احنا بقى نتعرض لشرح هذا النص من خلال هذه اللغويات. اول حاجة بيقوله لا تشغل بالك بما يمر بك من حوادث، اي لا تشغل بالك بما مر عليك من ايه؟ من حوادث. الحوادث التي عدت عليك لا تشغل بها بالك. فكل ما يحدث مقدر من عند الله، اي حاجة بتحصل لك هو مقدرة من عند من؟ من عند الله تعالى. وكل ما عليك هو التسليم بقضاء الله تعالى، يبقى علينا أن نسلم بقضاء الله وقدره، واصبر وتحمل كل ما يمر بك من حوادث ومصائب. كل ما مر بك من حوادث ومصائب عليك أن تصبر عليه، فهي لا تستمر دائما بل تزول وتذهب. يبقى لا تشغل بما مر بك من، لا تشغل بالك بما يمر بك من حوادث، فكل ذلك مقدر من عنده، من عند الله سبحانه وما وتعالى. علينا إلا التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى، كذلك علينا أن نتحمل كل ونصبر على كل ما يمر بنا من حوادث، فهي لا لا تستمر بل تزول. الله ينور عليك. تعالي كده نسترجع مع بعض تاني يا أولاد المفردات اللي احنا ذكرناها. دع بمعنى اترك، وعكسها ابك، أبقي. طيب نفسا بمعنى أكون راضيا. حكم أصدر حكما، والمراد حدث وقع. القضاء كل ما قدر وقضاه الله عز وجل. تجزع المقصود بالجزع هو عدم الصبر، وعكسها تصبر. تصبر. القضاء جمعها الأقضية. حادثة بمعنى مصيبة، وجمعها حوادث. قلنا نفس جمعها نفوس أو أنفس. جميل. تعالوا نتعرف على شرح بعض الأبيات الأخرى. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. هنا الشاعر هيبتدي ينصح كل إنسان
بالصبر على الأهوال. الأهوال المقصود بها الأمور الشديدة أو المفزعة. جميل. إن الإنسان لابد أن يصبر على ما يقع به من أمور صعبة وشديدة، ويكون جلدة. جلدة بمعنى صبرا وشديدا، يعني تتصف بالصبر والشدة والقوة. وشيمتك السماحة والوفاء، إن أنت تكون شيمتك بمعنى الخلق أو الخصلة، يعني خصلتك أو صفاتك أو شيمك التي تتصف بها هي السماحة، والمقصود بالسماحة الكرم والجود وعكس البخل. جميل. والوفاء، إن الإنسان يكون عنده وفاء، أي أداء ما علي، أداء ما عليه. جميل. يبقى هنا الشاعر قلنا بينصح الإنسان إذا وقع في مصيبة أو كارثة أن يكون قويا في مواجهتها ولا يجزع، لأن طبعا يا أولاد عدم الصبر أنت لا تؤجر على ذلك إذا لم تكن من الصابرين، وفي نفس الوقت لن تستطيع مواجهة هذه الصعوبات أو المصائب التي قد تواجهك. وأيضا دعيه أن يتصف بصفتين مهمتين جدا، هما السماحة والوفاء، ان هما يكونوا عنوان لأخلاق الإنسان، لأن الإنسان تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. بيقول لي هنا تستر بالسخاء، كلمة السخاء زي ما قلنا معناها الكرم والجود والندى. جميل. وبيقول أولاد هنا الإنسان يتستر بمعنى تستر بمعنى تغطي، والمراد اخفي عيوبك. يعني الانسان هو عليه ان يخفي عيوبه بكرمه وحسن خلقه، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. يعني كل انسان كل منا لديه عيوب، وان كانت هذه العيوب كثيره واردت ان تغطيها وتخفيها، وطبعا عليك ان تتصف بحسن الخلق وتتحلى بالكرم والجود والعطاء، لان هذه او حسن الخلق فهو ستر لكل عيب كما يقول. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. كلمة لا ترجو، ترجو بمعنى لا تريد أو لا تتمنى أو لا تأمل. الظمآن اللي هو العطشان. العطشان. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. كلمة قنوع بمعنى قنوع بمعنى راض أو مكتفٍ. سواء بمعنى سواسية أو متساوية. طب لو إحنا كده تعرضنا للغويات خلاص، وعلينا أن ننظر إلى شرح هذه العبارات، فنقول أول حاجة بيقول له ولا درجو السماحة من بخيل. لا درجو أي بمعنى لا تنتظر السماحة والكرم من إنسان بخيل، فتكون مثلك مثله الإنسان العطشان. العطشان الذي يبحث عن الماء في في النيران. أي عليك ألا تنتظر الكرم من رجل بخيل، فأنت بذلك تصبح كالعطشان الذي يبحث عن الماء في وسط النيران. طبعا يستحيل أن أنت تجد الماء في وسط النيران. وعليك هنا بصوا ده النصيحة في الآخر، عليك أن تكون أن يكون قنوعا راضيا. تمام. فالقناعة كنز لا يفنى، لا يفنى وردة بما قسمه الله لك، وبذلك تكون أغنى الناس. يبقى هنا الشعر طلب منه أن يكون إنسانا قنوعا، لأن القناعة كنز، والإنسان عندما يرضى بما قسمه الله له فهو بذلك يصبح من أغنى الناس. تعالوا نرجع عن لغوية النص. درجه بمعنى تأمل. الظمآن هو العطشان، وعكسها الريان. قنوع قنوع بمعنى راض ومكتف، وعكسها طماع وجشع. سواء بمعنى متساويان ضدها متناقضون. أما الدنيا فجمعها الدنيا، ماء جمعها مياه وأمواه، الظمآن جمعها الظماء. طب مع بعد كده سؤال المتفوقين بيقول ماء الغطاء الذي يستر العيوب الكثيرة. هننتظر يا أولاد إجابتكم وتفاعلكم معنا في التعليقات. تعالى كده نشوف بعض مواطن الجمال. زي ما قلنا احنا عندنا أولاد مواطن الجمال خدناها قبل كده أكثر من مرة، وعرفنا إن احنا عندنا تعبيرات مجازية بتكون في غير مكانها، والتعبيرات الحقيقية اللي هي بتنم عن المعنى الحقيقي لما يريده الشاعر. تعالى نتعرف على بعض التعبيرات المجازية. بيقول لي هنا دع الدنيا، دع الأيام تفعل ما تشاء. احنا قلنا اترك الايام، على يعني اساس الايام دي شخص ممكن ان انا اتركه او غيره. لا يمين. يبقى ده تعبير ايه؟ مجازي. تعبير مجازي. وهنا غرضه النصح والارشاد. ممكن يجي لك سؤال يا اولاد يقول لك ما نوع الاسلوب وما ايه غرضه وما غرضه. جميل. طب دع ده فعل ايه؟ دع ده فعل امر. يعني ممكن اقول ده اسلوب ايه؟ اسلوب امر. جميل. حكم القضاء اي هو تعبير مجازي. تعبير مجازي. بيقول لي يا اولاد هو هنا القضاء اللي هو المقصود بيه الايه؟ القاضي. القاضي هو الذي يحكمه. جميل.
فهنا ايضا تشبيه للقضاء بالقاضي الذي ايه يصدر الحكم. هو القضاء اللي بيصدر ولا القاضي؟ لا القاضي. القاضي فهنا طبعا قلنا تعبير ايه مجازي. سرك ان يكون لها غطاء، ان العيوب يكون لها غطاء. طيب هي العيوب هي تتغطى؟ لا، هو شبه العيوب بشيء مادي يستر بالغطاء. يبقى هنا برضو التعبير ايه مجازي، او فيه تشبيه للعيوب بشيء ايه مادي يستر بالغطاء. او شيء مادي يعني شيء ملموس، يعني زي ما بغطش اي شيء امامي سواء طعام او مكان. فهنا طبعا العيوب دي اشياء موجوده بيفعلها الانسان اخطاء، فهي ليست بشيء مادي، ولكن هنا فيها تصوير لشيء مادي يستر. تستر بالسخاء هو تعبير ايضا تعبير ايه مجازي، او لان فيه تشبيه شيء السخاء بالايه بالغطاء، بالغطاء كان السخاء ده غطاء يغطي به عيوبه. قلب قنوع، هو القلب هو اللي قنوع؟ لا يا ميسي، تعبير مجازي برضو شبه القلب بالانسان القنوع. القنوع جميل. مالك الدنيا برضو تعبير ايه، هو في حد بيملك الدنيا ولا لا؟ ده تعبير مجازي، او لان تشبيه الدنيا بشيء مادي يمتلك. يمتلك جميل. طب احنا كده لو بصينا للاساليب الموجوده عندي، الدع طب كن تستر، هنعرف ان كلها عباره عن اساليب. اساليب واحده خدتي معايا ان هنا اسلوب امر غرضه النصح والايه والارشاد. جميل. لا تجزع، لا ترجو، بدات بلا ومش عارفين انها لا، هنا لان هي يبقى هقول عليها اسلوب غرضه ايضا النصح والايه والارشاد. ما لحوادث الدنيا بقاء، طبعا ما هنا نافيه فهقول عليه اسلوب اسلوب نافيه ولا تخدي بالك. احنا عندنا اساليب النافي طبعا متعودين على بعض ادوات النفي زي لم ولن ولا، لكن هنا ما جت هنا لنفي الجمله، فهنا يبقى اسلوب ايه نفي للتاكيد على ان مصائب الدنيا لا تدوم. طب اللي وراها برضو ما في النار للظمآن ماء، احنا قلنا ما هنا نافيه بقول عليها اسلوب نفي، بيؤكد على اهميه عدم طلب الشيء من غير اهله، يعني ان احنا ما نطلبش الشيء الا من ايه من صاحبه او من الذي يملكه. بيقول لي هنا اولاد في علاقات بين الكلمات في النص، عندي كلمه السماحه قلنا معناها الكرم والجود والسخاء، يبقى الكلمتين دولت بينهما ترادف. السماحه قلنا الكرم، والكرم عكسه البخل. البخل يبقى هنا السماحه عرضت في الدرس كلمه بخيل، يبقى بينهما تضاد. طب قلنا كلمات لها نفس الوزن، يعني ايه نفس الوزن؟ يعني لها نفس ايه عدد الاحرف. عندي كلمه ايه نفسا وجلده وعيب وايه وقلب، كلمات لها نفس الوزن. عندي كلمات لها نفس النهاية، زي ما قلنا ان هي بتنتهي اللي هي القافية اللي هي نهاية واحدة، بس طبعا هنا القافية بيبقى في نهاية الايه في نهاية الابيات في الاخر، لكن هنا كلمات وردت في النص كله. فعندي تشاء، القضاء، السخاء، هاي الكلمات دي انتهت بحرف واحد اللي هو الهمزة. الهمزة. عيب وقلب انتهت بحرف الايه الباء. رجلا وجلدا انتهت بالايه بالالف بتنوين الالف اللي فتح. عيوبك وسترك بحرف التاء بالكاف. كنت وانت انتهت بالايه بالتاء. عشان ناكد يا اولاد ان احنا مش شرط يكون لها نفس عدد الاحرف. عندي كنت هي ثلاث احرف وزيها انت. عندنا لو بصينا للتشاء هلاقيها ايه اقل في العدد من كلمه القضاء او السخاء. طب كلمات لها نفس النهايه ايضا، وده في اتفاق الحرف الاخير فقط، يعني يكون لها انتهت بنفس الحرف اللي هو الهمزه، زي كلمات القضاء، بقاء، الوفاء، غطاء، السخاء، ماء، سواء. جميل. كلها كلمات لها نفس النهاية. وصلنا لسؤال حبيبنا المتفوقين. السؤال بيقول يا أولاد ما نوع الأسلوب وما غرضه؟ لا تجزع، لا ترجو. هننتظر إجاباتكم وتفاعلكم معنا في التعليقات، وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا. على بعض بلقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.